أعزائي المشاهدين، مشاهدي برنامجنا حوار واستثمار مع الشواربي، معانا ومعاكم في لقاء جديد ومختلف. احنا قررنا ان احنا ننزل الشارع ونشوف تجربة لمجموعة من الرجال المصريين الذين يعملون بجد واجتهاد على أرض مصر، تجربة لمزارع فلاحين مصر، مجموعة من رجال الأعمال والشباب المجتهدين اللي بيدوروا على فتح فرصة عمل ليهم والبحث عن فتح فرص عمل للكثير والكثير من شباب مصر. ونتمنى ان يكون ده نموذج لكل من يحب هذه البلد ويبحث عن النجاح ليه وللمصريين جميعا. معانا ومعاكو من داخل فلاحين مصر، من مزارع فلاحين مصر في وادي النطرون. نبتدي في البداية مع المهندس عادل. مساء الخير عادل بيه. مساء الخير ابراهيم بيه، ازي حضرتك؟ واهلا بيك واهلا بالساده المشاهدين واسره برنامج حوار واستثمار، منوريننا في مزارع فلاحين مصر. كنت عايز اسالك في البدايه، طبعا حضرتك من الناس اللي بتشتغل في الاراضي الصحراويه من فتره طويله، ايه اللي شجعك ان انت تدخل في شركه فلاحين مصر رغم ان انت عندك اكتر من شركه للتطوير الزراعي وشركات كلها قديمه وعريقه وبتعمل في هذا المجال من مجموعه من السنوات، فايه اللي خلاك يعني تنضم لمجموعه من الشباب بيبتدوا في ارض جديده وبمشروع جديد وتتشجع ان انت تدخل وتبقى عضو معاهم في هذه المنظومه؟ الاول خليني اقول لحضرتك اللي شجعني الاول على دخول مجال الاستثمار الزراعي واستصلاح الاراضي. الحقيقه اول حاجه خلتني اتشجع لدخول هذا المجال هو ان احنا نشأنا او انا نشأت في بيئه ريفيه. انا من قريه تدعى قريه بيبان، مركز كوم حماده، محافظه البحيره. القريه دي معظمها او معظم اهلها شغالين في الزراعه او في الفلاحه وشغالين في التجاره. الحقيقه العجيب في هذا الامر ان هم شغالين في الفلاحه، يعني عندنا الفلاحين شغالين في الارض وبيتاجروا في الحبوب ويتاجروا في منتجات الايه الزراعه، والتجار اللي بتشتغل المهنة التجاره التانية، الاهل البلد اللي بيشتغلوا في التجاره بيشتغلوا في تجاره اساسا قائمه على الزراعه في الاراضي الجديده. فطلعت اول حاجه طلعت عليها هو طابور الصباح. الصبح ابص في التلفزيون في الفقره الزراعيه اللي في صباح الخير يا مصر، الاقي عنقود العنب وزنه 15 كيلو 10 كيلو، جايبين لك تفاح قد كده، يقول لك التفاح الامريكاني جايبين. كان هذا البرنامج الحقيقه كان عامل وعي لدى الفلاح ولدى ابناء الفلاحين في توجيه لاستصلاح الاراضي الجديده. كمان برنامج سر الارض اللي كان بيجي بعد صلاه الجمعه من كل اسبوع، وكان بيتكلم على الاراضي القديمه والاراضي الجديده وكيفيه الاستصلاح فيها. الحقيقه لقيت ان يعني حبيت الفقرة الزراعية في البرنامج ده بتاع صباح الخير مصر، خصوصا كانت بتيجي بالنسبة لنا كانت بتنتهي يبدأ طابور الصباح في المدرسة، فأقعد قدامها أفطر وأسمعها، وبمجرد ما بتنتهي أجري على المدرسة عشان ألحق الطابور. فكنت أحب أسمع ده وأشوف ده، حببتني في مجال استصلاح الأراضي الجديدة. كمان فقرة سر الأرض ومسلسل سر الأرض علمنا إزاي نزرع الأرض الجديدة، وازاي نستفيد ونعالج الارض القديمه، وازاي نكسب من الاراضي الجديده دي. كمان الناس اللي كانت بتخرج من بلدنا التاجر بتطلع في كل الاراضي الجديده وتعمل محلات لشبكات الري ولمستلزمات الري، من مستلزمات الزراعه، من مبيدات، تمام، مبيدات واسمده، محلات للاسمده، وكمان حدايد وبويات، وحتى بيسموا بلدنا دي بيبان، دي بيسموها في المحافظة عندنا بيسموها اليابان، علشان الناس اللي فيها معظمهم بتشتغل في التجارة
من صغر الاولاد من سن 12 سنه و15 سنه يطلع يشتغل في التجاره. مش كده وبس، ده كمان بيشتغلوا في التجاره على مخلفات المزارع، من شبكات ري استهلكت، من الخرده، من مواتير، من مولدات خرده، واخد بال حضرتك؟ كمان بيشتغلوا في التجاره بتاعه الاخشاب اللي بتزرع في الاراضي الجديده، الجزورين والكافور وخلافه. فطلعنا في مجتمع او في بلد شغال يا اما في الفلاحه يا اما في التجاره القائمه على الزراعه في الاراضي الجديده، واخد بال حضرتك؟ ولان الضعف كان فيا وفي اسرتي الحمد لله، كنت حابب ابقى عندي ارض زي الناس ما عندها ارض. قدمه فدان وفدانين وثلاثه، اقصى حاجه كنا نسمعها في البلد ان في واحد عنده 10 فدانين. لكن احساس انك عندك 20 فدان و25 فدان و100 فدان، ده احساس ما تعرفش تحققه، او حلم ما تعرفش تحققه الا في الاراضي الجديده. او ما ينفعش يتحقق في المناطق القديمه، لان اكيد ارتفاع الاسعار طبعا مختلف، في تفتيت للملكيه، وبرده العمران برده غزا الاراضي اللي هناك دي بهدلها، يعني المباني اللي اتعملت عليها بهدلت اكيد التربه اللي هناك. كنا بنشوف الفلاح عندنا مثلا عنده 5 فدادين و10 فدادين ومثلا الفدان قيمته مثلا في الوقت القديم من 10 سنين و15 سنه 300,000 مثلا، يعني عنده لو عنده 5 فدادين يعني 1.5 مليون. مليون ونص من 10 سنين كان 1.5 مليون، النهارده بقيمه 15 مليون. وكان عادي، كان بيركب على الحمار ويروح الغيط وعياله متبهدلين معاه في الارض. لكن كل اللي يروح في الاراضي الجديده ويشتغل في الارض الجديده ويعمر الصحراء يرجع ما شاء الله رجل اعمال، راجل محترم باين عليه نعمه ربنا، راكب عربيه، بيتاجر في الفاكهه، بيتاجر في مستلزمات الزراعه، باين عليه خير ربنا. وكان العمار ده ربنا بيقول اللي هيطلع يعمر هيبقى كده، كان ربنا سبحانه وتعالى بيقول اللي هيشتغل في عمار الارض انا هقف جنبه وهيبقى كويس بالشكل ده وهينجح وهيكسب. فما فيش حد راح كنا بنقول لك ايه ده راح يشتغل في الجبل، ده عنده محل في الجبل، ده عنده ارض في الجبل، خد بال حضرتك. كان النهار في الوقت اللي بقول لحضرتك عليه ده كان الفدان هنا فاضي النطرون في المنطقه اللي احنا فاضي ما يساويش 500 جنيه، النهارده الفدان ب 200,000 جنيه و300,000 جنيه، خد بال حضرتك. ده اللي خدني ليه الاستثمار الزراعي، اللي خلاني بعد الحمد لله ما اشتغلت فتره كبيره ما تقلش عن 15 سنه في هذا المجال، وربنا سبحانه وتعالى من عليا ورزقني على ضعف فيه، واصبح عندنا شركه هي شركه افرلاند لاداره المشروعات من كبريات الشركات في هذا المجال. حنيت بقى للجلابيه والفلاحين، ملح الارض، الناس الطيبين، الناس المحترمين، الناس اللي عايزة، اللي هم أحق بالتنمية. كنت دايما أبحث عن ضلتي في ليه شباب بلدي اللي هم زملاتي زمايلي اللي في سني واللي أكبر مني واللي قبل مني، النهاردة هو كله بتاع ربنا الحمد لله، والعطاء عطاء المولى عز وجل. بزعل قوي لما انزل البلد، خد بال حضرتك، اسمح لي بقى اتكلم فلاح، يعني لما بننزل البلد عندنا في البلد ونلاقي زمايلي اللي اقل مني في السن واللي في سني واللي اكبر مني ب5 سنين و10 سنين لسه بيشتغل ورا بنا، ولسه بيسوق توك توك، ولسه بيشتغل في الغيط في الارض القديمه، ولسه بيشتغل عند ده وعند ده وعند ده، انا بنزعل، لان انا يمكن ظروفي كانت اقل منه، خد بال حضرتك. ولكن كان عندي حسن ظن بربنا سبحانه وتعالى، اللي اوجده جوايا هو دعاء ابويا وامي، واللي اوجده جوايا اكتر هو الحديث القدسي اللي اخبرنا فيه ربنا سبحانه وتعالى على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وقال فيه: وعزتي وجلالي لانصرن، وفي روايه اخرى لارزقن من لا حيله له حتى يتعجب اصحاب الهيل. اطب مطعمك في دعاء اخر في حديث اخر تكن مستجاب الدعوه. فانا كنت شايف ابويا شجيان وامه شجيانه، فالناس ديت ربطنا بشجا، فاذا كانت الناس ديت ربطنا بالحلال يعني اطابت المطعم، فاذا ان شاء الله دعائهم مستجاب. فكنت بقول لهم ادعوا لي
فكنت زادي وزوادي هو دعاء الوالدين، انت واخد بال حضرتك، وثقتي بربنا سبحانه وتعالى وحسن ظني بالله ان ربنا هيديني ولو على ضعف، واخد بال حضرتك، الا ان اراد الله سبحانه وتعالى وربنا اراد، انت واخد بال حضرتك. وبرضه من شجا الناس دي، والدي طلع معاش من مصنع الغزل والنسيج، انت واخد بال حضرتك، وكانت بدايتي في الحياه، وخد مكافاه نهايه الخدمه، وكانت بدايه، ويريد السميع العليم ان هم يعملوا لهم معاش مبكر، خد بال حضرتك. فلما نزلت انا كنت شايف ان احنا كابناء فلاحين واحنا اولاد الفلاحين احنا اللي احق بان احنا نؤمن بربنا ويكون عندنا ثقه بربنا ان هو اللي بيعطي مش حد تاني، وان احنا بس نتوكل على الله ونشتغل، وبدل ما نقعد نتسكع في البلاد عندنا نطلع نجيب جنيه بدل ما نصرف جنيه من جيب ابونا، خد بالك. فطبعا ربنا اراد ان في وقت من الاوقات انضم لي كتيبه وفريق النقابه العامه للفلاحين في بدايه انتخاب السيد الرئيس رئيسا للجمهوريه، وبحكم ان انا شاب ورجل اعمال صغير من باب المشاركه المجتمعيه بتاعت وحق البلد عليا، ان شفت راجل طاهر اليد وطاهر القلب نحسبه على الله خير، عفيف اللسان، افرزته لينا اصعب مرحله مرت بيها مصر من 2011 حتى 2013، كانت محتاجه راجل مخلص ونزيه. فان انت تساعد وتدعو وتساهم في حضور مؤتمرات انتخابيه للدعاية لهذا الرجل، ده انت ده واجب على كل واحد ادته البلد دي، ان لما يجي يلاقي واحد قوي وامين. يمكن كلنا نعرف ان في قصة سيدنا موسى قال لك خير من استاجرت القوي الامين، فلما تلاقي واحد قوي وامين تنضم للصفوف اللي بتدعو لنجاح هذا الرجل، لان انت كده بتفيد بلدك وبتجيب قياده مش عايزه اكتر من البلد تنجح وتمكن شبابها وفلاحينها. فكان في الوقت ده صعب عليا ان انا انضم لاي حزب، لان ما كانش فيه احزاب، كانت الاحزاب هشه. فانضميت لعبايه الفلاحين في نقابه الفلاحين، وبدات اشارك معاهم في مؤتمرات الدعوه لي في انتخابات سياده الرئيس. والحقيقه من هنا وجدت مجموعه من الفلاحين المخلصين ضمن الناس الاعضاء النقابه، وبقيت نعتبر ان المجموعه ديت هي اعمامي واخواتي بس في مصر في القاهره يعني. الحقيقه احنا بعد كده لما نجح السيد الرئيس اطلق مشروع المليون ونص فدان، وقضى على البيروقراطيه الحكوميه تماما في تمليك الفلاحين، وقال انا عايز امكن الفلاحين وامكن اولاد الفلاحين وامكن الشباب. فقلت لازم احنا كفلاحين عملنا دعوه ان احنا لازم نساهم في النهضه الجديده ديت والتنميه الجديده ديت. فلما يعني عاشرنا بعض الاكثر من 3 أو 4 سنين، الحقيقه مجموعه محترمه اختارت نفسها وكونوا مجلس إدارة ما يقرب من 14 فرد من محافظات مختلفة بخبرات مختلفة. فوجدت أن النجاح أن أنا نكون في وسط المجموعة دي، لو لي 10% في المجموعة ضمن المجموعة دي ونجحت شركة مزارع فلاحين مصر، أنا شفت ده أكبر من حصتي في شركة أفرولاند نفسها، لأن في الآخر هي يعني مؤسسة أو شركة شخصية، لكن يد الله مع الجماعة. لما نبقى مجموعة مخلصة بثقافات مختلفة بفكر مختلف، واخد بال حضرتك، لقيت مثلا الحاج حسن عبد الوهاب ده راجل أصلا مستورد وتاجر سمك كبير ومستورد ومن دمياط، محافظة دمياط. طب المثل بيقول لك من كل بلد خد لك صاحب،
فلما تلاقي بوتقه من ومجموعه من الناس المحترمه دي، اللي من دمياط واللي من البحيره واللي من الفيوم واللي من المنصوره، لا ده انت خدت لك من كل بلد اخ وصاحب وشريك، خد بال حضرتك، كل واحد عنده فكر مختلف. يمكن ده الفرق اللي بين الزراعه وبين التجاره. يعني الزراعه، يعني انا مستشف حاجه من كلام حضرتك، يعني كان في رؤوس اموال مع الناس دي كانت ممكن ان هي تتاجر بيها، تجيب بيها بضاعه وتبيعها، بس اكيد الزراعه دي بتفتح مجالات عمل لناس كتير وابواب رزق، فاكيد ان ربنا بيبقى بركته معاهم في الارض اكتر من التجاره العاديه، لان دي بتفتح حياه لناس. يعني في ناس بتستصلح وناس بتشتغل وناس بتبيع مستلزمات زراعيه وناس بتاخد المنتج تتاجر فيه بعد كده، يعني نواه كبيره للتجاره كمان، يعني فتح ابواب بعد كده كمان ما بعد الزراعه. هو احنا كان عندنا النقيب وندي له حقه، كان يقول لك على الزراعه تقوم الصناعه وعلى الصناعه تقوم التجاره. الحقيقه مجال استصلاح الاراضي ده نفسه ومجال الاستثمار الزراعي ده هو اكبر عبايه تقدر توفر فرص عمل للشباب، لانه متعدد الانشطه. واعتقد كمان يعني انا مستشف من كلام حضرتك ان في يعني في جزء روحاني، يعني مش تجاره صلبه او بزنس 1+1=2، ده انت بتعامل ربنا، يعني بتحط زرع ما تعرفش رزقه ماشي ازاي، ده رزق ربنا سبحانه وتعالى، فده بيقربك اكتر من البركه. يعني اكيد ان في الزراعه دي بركه. العمار نفسه قضيه الهيه، ربنا استخلفنا في الارض عشان نعمرها، ربنا استخلفنا في الارض عشان نعمرها. لكن ارجع تاني اقول لحضرتك، وسألتك سالتني السؤال ازاي انت رحت في شركه فلاحين مصر، ايه اللي عجبك في الموضوع؟ زي ما قلت لحضرتك ان اللي عجبني في الموضوع ان انا النهارده معايا مجموعه افكار ومجموعه عقول مختلفه، خدت لي من كل بلد صاحب وشريك واخ. فعلى سبيل المثال من دمياط الحاج حسن عبد الوهاب الامين العام لنقابه الفلاحين او لفلاحين مصر، وكمان هو امين عام العمال والفلاحين في دمياط لحزب مستقبل الوطن، وراجل تاجر سمك ومؤمن بقضيه الفلاح. احنا بنطلب من الدوله انها تنتصر للفلاح بانها تعمل له نقابه فلاحين وتدي له تامين صحي ومعاش وتعمل معاه زراعه تعاقديه. اذا ما كناش احنا كفلاحين بقى ننصر الفلاحين جوه نفسنا ونجيب له حقه بان احنا نكون اولى الناس ان نستثمر ونشتغل في مجال استصلاح الاراضي اللي هو اولى به الفلاح، يبقى احنا ما نصرناهوش جوانا، ازاي بنطلب ان الدوله تنصره؟ فالهوى كله هوى فلاحي، واخد بال حضرتك؟ فلما نلاقي واحد زي الحاج حسن عبد الوهاب، لا ده انا مفكر ده راجل زي ده اخ وشريك و و و و و وصاحب. لما نلاقي فكر مختلف زي مثلا سياده اللواء هاني عبد الحكم، راجل كان ضابط مخابرات حربيه في يوم من الايام، واخد بال حضرتك، برضه راجل ليه فكره ومن المنصوره، فانا خدت اخ وشريك وصاحب من المنصوره. لما نلاقي واحد زي الحاج ناصر عدريس من الفيوم وسبق لي التعامل معاه، فلا ده اخ، اخدت اخ وصاحب وشريك. لما نلاقي الحاج محمود جنديه من الغربيه، برضو الامين العام المساعد في نقابه الفلاحين، وراجل شغال تاجر بطاطس ومزارع بطاطس ومستورد بطاطس، فده برضو متعلق بالزراعه. الحاج حسن قلنا بيشتغل في الاستيراد والتصدير، خد بال حضرتك، لما خدت راجل اخ وصديق وشريك من الغربيه وفلاح. لما تلاقي حضرتك في مجلس الاداره ست اللواء سامي حموده، تاخد بال، مدير التنفيذي للشركه واحد اعضاء مجلس الاداره وكان سكرتير عام محافظه دمياط سابقا وقبلها محافظه الاسماعيليه، تمام حضرتك، وراجل اشتغل برضه كمان جنب ده كله في مجال الانتاج الدجيني من تفريغ سلالات بط وفراخ، واخد بال حضرتك، واشتغل وعمل مشروعات انتاج دجيني كبيره، ده اضافه. يبقى انا خدت من الغربيه برضه اخ وصديق وشريك، واخد بال حضرتك. لما تلاقي الحاج صبر الشافعي نقيب فلاحينكم محمد وقائم باعمال نقيب فلاحين البحيره، واخد بال حضرتك، راجل تاجر عربيات تمام وبتاجر في الحاصلات الزراعيه، ده اضافه، وبلدياتي وفلاح. لما نلاقي واحد زي الحاج صدقي الحريف
ده راجل نائب رئيس المجلس الأعلى للفلاحين وبلدياتي، وراجل عنده ثلاجات وعنده محلات تجارية، ده إضافة. لما تلاقي حضرتك اللي هو أشرف البيه ده راجل رئيس مجلس مدينة جويسنا برضو بلدياتي من عندنا من البحيرة، واخد بال حضرتك، منكم حمادة، ده إضافة، واخد بال حضرتك. لما يكون معاك في الـ في الـ في الـ في, الـ في الشركه واحد زي الاستاذ يسري توادرس من المنيا، وراجل مدرس ومعلم فاضل واستاذ تاريخ وليه سابقه اعمال هنا برضه في المنطقه، هنا بقاله 14 سنه هنا، عنده شركه يوماس للتنميه الزراعيه، دي اضافه، خد بال حضرتك. لما نلاقي الحاج احمد العباسي بلدياتي، ده اضافه من عندنا. انت حضرتك لما تلاقي نفسك في وسط المجموعه دي، طب نلاقي نفسي برضو معانا واحد اسمه الاستاذ سعد الشورى، ده راجل محترم وتاجر اسماك، تمام، وعنده مصانع رنجه، تواخد بال حضرتك، بيلف في مصر كلها من كفر الشيخ وفلاح برضو. الله، يبقى ثقافات مختلفه باصحاب مهن مختلفه برؤوس اموال مختلفه، تمام، يجمعهم هوا واحد انهم فلاحين. لما تلاقي المهندس اسامه جابل من المنوفيه، الحاج عبهادي خليل من المنوفيه، ثقافات مختلفة، ده مهندس لاندسكيب، الحاج عبادي خليل، انت واخد بال حضرتك، راجل بقاله اكتر من 30 سنة في الاراضي الجديدة بيستصلح، واخد بال حضرتك. فدي ازاي ما انضمش للناس دي، وازاي ما نكونش في وسطيهم، لما نلاقي كوكبة محترمة من الناس دي بافكار مختلفة ورؤوس اموال مختلفة وتجارات مختلفة، كل ده هيخدم على هذا الكيان. لما يبقى فيها 14 واحد في أعضاء مجلس إدارة شركة زي دي، ألا يدعوك ذلك إنك تكون في وسط الناس دي؟ لا طبعا يدعوك طبعا، ويخليك تتحمس كمان. يعني في حاجة مهمة كمان، كل الناس دي بتحب الأراضي وبتحب الزراعة ونفسها تعمل حاجة للبلد وبتحب البلد وبتحب الرئيس وبتحب القوة المسلحة، تمام، ومؤمنة بما يحدث ومؤمنة بقضية إصلاح الأراضي ومؤمنة إن خطة الدولة الحالية هي أفضل أجندة، الأفضل خطة ممكن تتعمل خلال الأيام القادمة، حفاظا على الأجيال القادمة، ووجود فرص، توفير فرص عمل ليهم، سد الفجوة الغذائية، توفير عمر صعبة للبلاد، واخد بال حضرتك. النهاردة الزراعة أصبحت قضية ذات أولوية أولى، ما فيهاش هزار، الدولة بتوليها اهتمام، واخد بال حضرتك. فإذا لما انا البس عبايه الفلاح افضل لابس جلابيه، حاسس ان انا بني ادم، خد بال حضرتك. اصلك مين فينا في مصر ملوش قصور ريفيه؟ مين فينا ملوش قصور ريفيه؟ كلنا لنا قصور ريفيه. مين فينا ما بيحبش الارض؟ كلنا بنحب الارض. مين فينا ما يتمناش انه يقعد مرحرح كده ولابس جلابيه وقاعد تاخد له مرتاح، واخد بال حضرتك. ما كلنا تعبنا من الشغل وكلنا اشتغلنا وربنا من علينا ونجحنا وكسبنا، لكن محلاها قاعدة زي دي، أحلى عيشة في الدنيا عيشة الفلاح، واخد بال حضرتك. أول ما بتشوف الفلاحة وبتشوف الجلابية بتفتكر جدك، بتفتكر عمك، بتفتكر خالك، بتفتكر أبوك، بتفتكر الحكمة والأصالة. طب إزاي أنا النهاردة لما تجي لي فرصة أنا نبقى في وسط مجموعة زي دي، ضمن مجموعة وكوكبة زي دي من فلاحين مصر المحترمين اللي عايزين يشغلوا ابن الفلاح وعايزين يشغلوا أبناء غير الفلاحين، وعايزين يضموا مستثمرين جدد ويقنعوا الناس بأنهم يعمروا أراضي مصر، خد بال حضرتك، تمام. لا، دي حاجة تستحق أن أنا أبقى موجود في وسطهم، وشرف لي أن أنا أبقى موجود في وسطهم، ناس شغالة برؤية وبأجندة برضو وأصحاب فكر، وبتقعد تسمع حضرتك حاجات كتير تايه عنك. أنت النهاردة في شركة أفرولاند وان مان شو، خد بال حضرتك، انت رئيس مجلس اداره، معاك ناس اخواتك حبايبك في مجلس الاداره، تمام، لكن هنا كل واحد بيدلو بدلو وبيذكرك بحاجه فايتاك. فمزارع فلاحين مصر اجمل ما فيها الايديولوجيه اللي بتجمع المجموعه كلها، بيجمعهم الايمان بالله، بيجمعهم الايمان بالبلد، بيجمعهم الايمان بقضايا الفلاح، بحب الأرض، بأنهم عايزين يجيبوا حق الفلاح ويوطنهم فلاحين جديدة في الصحراء، ويقولوا احنا أولى بأرضنا ونزرعوها احنا كفلاحين.
احنا مع الفلاح انه يستخدم اساليب حديثه في الزراعه، مع الفلاح انه ينتج، مع ان يبقى فيه طول عمر الفلاح بينتج وبيزرع الاغراض القديمه. ما عمرناش شفنا حد بيقول ان في منتج باسم الفلاح يروح يدي زراعته للتجار بتوع التجزئه والجمله وهو اخر من يكسب، واخد بالك حضرتك؟ ما فيش بيروح يدي زراعته لمصانع العصير ومصانع المواد الغذائيه ومفيش حاجه باسمه. احنا نفسنا بقى يبقى عندنا منتج باسم مزارع فلاحين مصر، باسم فلاحين مصر، عصير فلاحين مصر، واخد بالك؟ مصنع للمواد الغذائيه مربى بتاعت فلاحين مصر، واخد بال حضرتك؟ يعني دي رؤيه زي ما كان في وقت كان في بحث عن نهضه صناعيه عشان تطلع منتج مكتوب عليه صنع في مصر، ان يبقى في منتج بيحمل اسم فلاحين مصر بالظبط، بايد فلاحين مصر، بايد فلاحين مصر. وكمان بقى مش بس رؤيتنا ان احنا نعمل ده في المنطقه اللي احنا فيها بتاعت وادي النطرون دي بس، احنا بفضل الله سبحانه وتعالى هنا عندنا، احنا قاعدين في ارض هي 150 فدان زيتون، وعندنا محطه انتاج حيواني هي 10 فدادين، وفي هنا اكتر من 200 فدان ولا 300 فدان مزروعين زيتون وعاملين مصنع تحليل وهنعمل مصنع زيت ان شاء الله. عندنا قريه هنا على الطريق الدولي بره اهي حوالي 15 فدان بنعمل فيها محلات للمستلزمات، واخد بال حضرتك؟ كل ده بقى رايحين بالمنيا، نفسنا نكون نفس شكل النموذج ده بس في المنيا، في المنيا عايزين نكون مع الدوله ايد بايد في زراعه وعمار وصياغه عاصمة مصر الزراعية الأولى المنيا، اللي تستحق وعن جدارة إنها تكون عاصمة مصر الزراعية، لأنها فيها 420 ألف فدان، هم تلت مشروع المليون ونص فدان، تلت المليون ونص تقريبا، فيها 323 ألف فدان تم إعادة تخصيصهم بموجب قانون 144 لسنة 2017 اللي أصدره السيد الرئيس، أدي كده ربع مليون فدان، وهناك نص مليون فدان، مليون الا ربع فدان جداد. مصر كلها اللي مزروع فيها 8 مليون فدان. لو ضفنا المليون ونص عليهم بالمساحه دي يعني بنتكلم في حوالي 9 مليون ونص قول 10 مليون فدان، المنيا لوحدها فيها جداد مليون الا ربع. تمام؟ مليون الا ربع فدان. يعني 10% تقريبا لوحدها. لوحدها من 28 محافظه. معايا حضرتك ده رقم واحد. اثنين المناخ الجاف اللي محترم اللي موجود في المنيا. اللي بيخلي الزراعات بتاعتك تستوي قبل ميعاد التصدير بشهر، يعني بتلحق ميعاد التصدير كامله، شهر التصدير كامل بتاخده من اوله. تمام؟ المناخ اللي بيجود فيه زراعات البرح والمجدول والمحاصيل التصديريه الاولى. تمام؟ المكان اللي بيجود فيه البرسيم الحجازي وبتجود فيه كل انواع الثروه والحنان اللي بتتربى، ده كمناخ. كتربه، تربه جيده جدا. كميه، من ميه مفيش ميه في الدلتا زي اللي هناك، ميه 300 جزء في المليون، سهوله دخول الكهرباء في المكان اللي هناك، موجود قرى خريجين قديمه قريبه من اماكن الاستصلاح الجديده كان عاملها السيد الرئيس الله يرحمه السيد الرئيس محمد حسني مبارك في عهده، اتعملت كهرباء الطريق بتاع المينيا الجديد، ان رئيس الجمهوريه عمل ميناء جاف واصدر قرار بعمل منطقه حره داخل محافظه المينيا، يعني ميناء جاف انا مش محتاج ان انا اجيب انقل الحاجه هنا عشان ابيعها، مفيش كلفه نقل اصلا، ده المنتج هبيعه في قريه البضائع اللي موجوده هناك، واخد بال حضرتك؟ ده كله يخلينا نخش فلاحين مصر. انت جوه، انت قليل جوه الكتير، كتير والكتير او القليل جوه الكتير كتير، فده اللي يخلينا نروح فلاحين مصر ورؤيه فلاحين مصر، وان اولاد فلاحين مصر ان هنتكلم باسم فلاحين مصر واولاد فلاحين مصر ونستثمر ونعمر الارض الجديده دي باسم فلاحين مصر، ده شرف لينا احنا ان احنا ننصف الفلاح، ننصف اهالينا اللي ربونا وندوهم جزء من حقهم، كل واحد فينا يتمنى انه يعمل حاجه مزرعه باسم ابوه عشان يخلد اسم ابوه، لكن اللي يخلد كل الناس دي ان اهالينا فلاحين واحنا بنعمل حاجه باسم فلاحين مصر. تمام، والله رؤية عظيمة، يعني تخلي كثير والكثير من المصريين انهم يقدموا انهم يعيدوا التجربة دي او يبقوا شركاء معكم في هذا العمل وفي هذا النجاح اللي انتوا بتبحثوا عنه، اللي هيبقى مستقبل ليهم ولولادهم من بعدهم، يعني الزراعة ليها امتداد لأجيال.
طيب هنكمل معانا ومعاكم أعزائي المشاهدين، وهنشوف مجموعة من الشباب الموجودين معانا النهاردة، وهم هنبتدي بالمهندس فارس. مهندس فارس حسين هو المدير التنفيذي لشركة العمار للخدمات الزراعية، وهي الشركة القائمة بالإشراف والتنفيذ والأعمال الداخلية لتجهيز الأرض والإشراف على زراعتها في داخل هذه المزارع، مزارع فلاحين مصر. هنتكلم معاه عن رؤيته لمزارع فلاحين مصر، وإيه اللي هو النهاردة كشركة مشرفة ومطورة لهذا المشروع بيقدمه داخل هذا المشروع، مختلف عن اللي كانوا بيعملوه قبل كده في مشروعات أخرى. مساء الخير يا باشمهندس فارس. برحب بالسادة الضيوف والسادة المشاهدين، وأقول لكم كل سنة وأنتم طيبين بمناسبة شهر رمضان الكريم. إن شاء الله النهاردة بتكلم عن شركة العمار، شركة خدمات زراعية شغالة خدمات لكذا شركة زراعية وماسكة شغل كتير طبعا في جميع أنحاء الدولة، طبعا الإسماعيلية، الأقصر، المنيا، العلمين، وادي النطرون طبعا من شرقها لغربها، طبعا في البحيره برضو، كإنشاءات زراعيه، خدمات زراعيه ومعماريه ورعايه. فبتشمل بقى ان شاء الله بنبدا في الارض. بالنسبه للخدمات بقى بتبدا من الارض وهي صحراء، من بدايتها صحراء جرداء، بناخدها بننفذ لها طبعا كشبكات مساحه طرق ومساحه، شبكات ري، حفر الابار باكملها بتوريد المولدات او طاقه شمسيه او كهرباء، وبنبدا ايه ننفذ ان شاء الله لايه لجميع التنفيذات بتاعتنا يعني. بعد كده ان شاء الله من بالنسبه لبرضك لبيت شغلنا برضك بنشتغل في الانشاءات، بالنسبه للعنابر الدواجن والحيوانات برضك شغالين فيها تمام بالرعايه بتاعتها بالاشراف من الالف للياء. انا شفت رؤيه ان حضرتك بتاخد المشروع من اول ما يبقى صحراء لحد ما يبقى فيه منتج، يعني بتفضل تشرف عليه من بدايه الزراعه لحد ما يبقى منتج. طيب عايز اسالك سؤال، هل كل ارض في النهايه هي ارض صحراويه بتحول الى ارض زراعيه، كل ارض بتعملوا لها شكل من انواع دراسه التربه او ابحاث التربه عشان تشوفوا ايه نوع المنتج اللي ينفع يتزرع فيها؟ طبعا بالنسبه لكل طبيعه ارض تختلف عن الثانيه، في ارض صحراويه ملحه، وفي ارض بيضاء، وفي ارض صفوه، وفي ارض حمراء تربه حمراء. وبالنسبه للميه برضو في ميه ملحه بتوصل مثلا ل 4000 جزء في مليون، 5000، 6000، في 1000 جزء، في 500 جزء. كل موقع لازم ناخد له عينه من التربه، 3 عينات نوديهم مركز البحوث يتحللهم بالنسبه، والميه نفس القصه. وبناء على كده بنحدد نوع الزراعه اللي في المكان، غير كده الزراعه هتفشل. وطبعا بالنسبه لاي حد عايز يزرع بنقول له ونعرفه، ماشي في طريق تاني غير كده احنا بننفذ لاي واحد مكان ايا كان. يعني حضرتك مش مرتبط معاه باللي هو عايز يزرعه، انت بتشوف له ايه اللي يناسب الارض ينفع يتزرع عليها ويبقى منتج ومفيد فيما بعد حتى للارض نفسها. تمام. طيب برضو هنكمل حوارنا مع اللواء هاني عبد الحكم. حضرتك طبعا لواء سابق في قوات مسلحه، وكنت احد العاملين في جهاز المخابرات الحربيه. اكيد الزراعه بعيده شويه عن الشغل اللي كنت بتمارسه طول حياتك. اكيد طبعا الحياه هنا والطبيعه والهواء والجو بيدي طبعا طاقة وحياة مختلفة عن الـ 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 الحياة الرسمية والعمل داخل المؤسسة العسكرية. أكيد طبعا في جزء مشترك وهو الصحيان بدري، لأن حياة الفلاحة والزراعة بتبتدي باليوم بدري وبتنتهي باليوم برضو بدري، يعني شبه شوية الحياة داخل المؤسسة العسكرية. أكيد حضرتك وجودك في مجلس إدارة شركة فلاحين مصر كان في رؤية معينة حاطينها لهذه المؤسسه انها النهارده تبقى ايه، وزي ما بتخططوا دايما حتى في الـ في الـ في الـ في الـ في المؤسسه العسكريه ان دايما الموضوع بيبقى له رؤيه للنهارده والبكره والبعده. فعايزين نعرف حضرتك صوره
لرؤيتكم لشركة فلاحين مصر حاليا وفيما هو قادم؟ انا اتعلمت في شغلي بقوات مسلحة سابقا، انا شغلي بحب افكر بطريقة غير نمطية، محبش الشغل التقليدي. فكانت رؤية فلاحين مصر من اول ما كانت فكرة ان احنا ازاي نوصل لكل عيلة في مصر يكون ليها فدان العيلة، عيلة ولا فدان، فدان واحد، ما بالك بقى ان هو ليه خمسة فدان في الأقصر، مشاريع الشركة، الفيوم، المنيا، وادي النطرون، برؤية شبابية ازاي ان احنا نقسم ارض، ناخد ارض نقسمها كل واحد يبقى ليه خمسة فدان، ولو هو ما عندوش خبرة زراعة ولا ان هو هيزرع ايه او هيقعد فين. وكانت الفكرة من بدايتها خالص ازاي ان احنا نعمل حاجة كانت فكرة الكرة البديلة. بعد احداث 25 يناير تم التعدي على اراضي كتير زراعية، فنطلع من الزراعة للصحراء ونزرع اراضي بديلة للي تم التعدي عليه، ونسمي الكرة دي الصحراء الجديدة باسماء الكرة القديمة. يعني انا عن نفسي انا من منصورة، كفر الاطرش، مركز شربين دقالية، نعمل قرية اسمها كفر الاطرش فين؟ في المني، 200 فدان. انا ما عنديش في القرية 200 فدان مزروعين دلوقتي، لو القرية اتنقلت بمسماها في المنيا عاصمة الزراعية الجديدة، حاجة الناس دلوقتي لازم يبصوا على المستقبل. زمان كنا بنشوف احنا التجمع الخامس كان بكام والنهارده بكام، وادي النطرون كان بكام والنهارده بكام. الارتفاع الاسعار والمواكبة في الزراعات هتخلي مصر نمبر ون، وخاصة في البلح البرحي والمجدول والزيتون، لان احنا ارض خصبة، مياه متوفرة، وبالنسبة للمنيا يعني افضل حاجة هناك ان المياه 300 جزء في المليون، يعني درجة الملوحة تستحمل ان انت تزرع كثير من الزراعات، الخضروات والبلح والزيتون. فأنا بدعو من هنا كل الأسر المصرية إنهم ينضموا إلى شركة فلاحين مصر. فدان عيلة معاه بيت، أو لو عندك بقى تطلع أكتر يبقى خمسة فدان. اتفضل يا فندم. هنكمل معانا ومعاكوا في حوارنا النهاردة من برنامجنا حوار واستثمار مع المهندس عبد الله زعزع. هنسأله عن افضل الزراعات اللي بيكون ليها عائد استثماري فيما بعد الزراعة. هيقول لنا ايه افضل انواع الزراعات اللي بتصلح في الاراضي الصحراوية وبيكون ليها مردود اقتصادي عالي فيما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. انا المهندس عبد الله، مدير شركة العمار للشؤون الزراعية. بنستلم الارض صحراء زي ما قال المهندس فارس، بنبدأ فيها بنخططها حسب طبيعة التربة وحسب المياه المتاحة ليه، بنحدد نوع المحصول اللي احنا بنزرعه والعائد منه وايه اللي ماشي مع طبيعة التربة من الزراعات بتاعتها كويس. ان كان الزراعة دي زيتون او رمان بنجيب من احلى شتلات، شتلات المطعومة على اصول مقاومة لامراض التربة. بنحط السماد العضوي بتاعها اللي هو محتاجاها والسماد الكيماوي، بنخمر التربة وبنتابع الإشراف الزراعي بتاعها لغاية نهاية المحصول بتاعها من برنامج تسميد وبرنامج ري وبرنامج مكافحة. تمام ستك. بنشوف طبيعة التربة معايا ايه وبنحدد لها نوع المحصول بتاعها وطبيعة المية، هي اللي بتحكمني فيها طبيعة المية وطبيعة التربة لكل ارض معينه. الارض الصحراويه بتختلف من ارض لارض. بنختار
اجود انواع الخراطيم واجود انواع المواسير بتاعه الميه بتاعتها، وبنبدا نشتغل عليها لغايه ما يبقى المحصول معانا كويس. وكان احسن لقاء معايا مع المهندس عادل زيدان اللي هو قال لي كلمه ممتازه جدا، قال لي راعي ربنا اللي تطلع محصول كويس ما يضرش البشر، ما يجيبليش فيروسيل الناس، انا مش عاوز نكسب كتير، انا عاوز محصول كويس تاكله بيعود على صحه البني ادمين. هنكمل معاكم في بقيه قعدتنا النهارده وحوارنا مع مجموعه مجلس اداره شركه فلاحين مصر مع الحاج ناصر عتريس. الحاج ناصر من الناس اللي بتشتغل في مجال الاراضي الصحراويه من فتره طويله، لكن اللي عايزين نساله عنه النهارده هو اصلا الحاج ناصر اساسا من الفيوم. الفيوم طبعا مشهورة بأنواع من الزراعات زي العنب وزي الطماطم، ومشهورة كمان بتربية الدواجن. عايزين نسأله هل الأراضي الصحراوية البكر اللي بيتم تجهيزها النهاردة وزراعتها هتكون ليها مستقبل زي الأراضي اللي كانت في الفيوم، وهل تربية الدواجن في أماكن جديدة في المناطق الصحراوية هيكون ليها مردود إنتاجي واقتصادي وعائد زي اللي كان موجود في الفيوم مثلا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، كل عام وأنتم بخير، شهر كريم على الجميع إن شاء الله. الأول أشكر الأستاذ إبراهيم الشواربي والبرنامج بتاعه أنه قدمنا فيه. سؤال الأستاذ إبراهيم إن إيه اللي في الفيوم ممكن ينفع في الصحراء؟ كل حاجة شفتها في الفيوم نفذتها في الصحراء، مزارع العنب، مزارع الدواجن. لما جيت على مصر علشان أشتغل في الأراضي الصحراوية كانت الرقعة الزراعية في الفيوم ضيقت على الناس. جيت وربنا كرمني ووفقني وشاركت أخويا وشريكي الحاج عادل زيدان، حطينا ايدنا في ايد بعض ونزلنا الصحراء. الحمد لله رب العالمين، ربنا وفقنا وعملنا مزارع عنب جميله جدا، عملنا مزارع رمان زي ما انتم شايفين كده من احسن ما يكون. نزلنا المنيا وخدنا ارض في المنيا وربنا ان شاء الله تعالى يوفقنا فيها. فالموضوع كله ان الحياه في الكوره بتاعتنا ضيقت كرقعه زراعيه، فبدانا ان احنا نطلع نشتغل بره. ده اللي جابنا من الفيوم للأماكن الصحراوية. شايف إن هي في المستقبل هتقدر إن هي تجذب الناس وتبقى فيها حياة متكاملة زي ما كنت عايش كده في الفيوم، هيبقى في حياة متكاملة جوه الصحراء مع تطويرها وزراعتها؟ أول حاجة ده بقى فرض علينا، لأن أنت راجل فلاح وما بتعرفش حاجة في الدنيا غير الفلاحة. الرقعة الزراعية في المحافظات القديمة والأرض القديمة خلصت، وجت ثورة 25 يناير كملت عليها الناس بأنها بنت على الأراضي الزراعية. فالنهاردة مضطر ان انت تطلع للصحراء وتشتغل شغلك في الصحراء. النهاردة عندك عيلين ثلاثة خمسة، كان عندك فدان وفدانين ما بقاش مكفيين. طلعت على الصحراء النهاردة تاخد خمس فدادين بثلاث تعريف بتزرع فيهم وبتلاقي شغل لابنك وبتجوز ابنك وبتعيش حياة كريمة. هناك خلاص بقى العيل قاعد، انا نزلت البلد لقيت العالم قاعد على الشوارع ما فيش شغل. يا جدعان نص فدان عندي انا وثلاث اربع رجالة، نشتغل ايه ونعمل ايه؟ يلا اشتغلوا في الصحراء. وهنكمل معاكم اعزائي المشاهدين ومع المهندس عبد الوهاب حسين المدير العام لشركه العمار اللي بتقوم بالاشراف والعمل داخل مزارع فلاحين مصر. هيقول لنا ايه افضل الزراعات اللي هو شايف من نتيجة الدراسة والأبحاث اللي بيعملوها بتبقى ليها عائد اقتصادي فيما بعد، وفي نفس الوقت تحافظ على التربة وتطلع منتج متميز من خلال الأراضي اللي بيشرفوا عليها واللي بيزرعوها. بسم الله الرحمن الرحيم، كل عام وانتم طيبين. بالنسبة للأكتر في التربة بتختلف من تربة لتربة، فمثلا المنيا مثلا تربتها افضل حاجه ليها للزراعه هي النخيل ومجديه اقتصاديا جدا. بالنسبه لوادي النطرون
الجدوى الاقتصادية، أكبر جدوى اقتصادية بتتم في وادي النطرون بتبقى عن طريق الزيتون والرمان. فعشان كده زي ما احنا شايفين، احنا كشركة عمار متعاقدة مع شركة فلاحين مصر وشركة أفرولاند كشركة تنفيذية للشركتين دول، غير التنفيذ للخارج برضو، تمام. فالحمد لله احنا حاليا في بداية مشروع مثلا اللي هو الرمان 30 فدان اللي فيه عنبر عجول تحت الإنشاء، تمام، يشيل من 400 ل 600 راس عجول، تمام، وعاملين تعاقد مع الشركة، تمام، في رفع كفاءة 760 فدان في وادي النطرون. غير طبعا الحمد لله في صوب عاملينها الحمد لله في المنيا للأورجانيك فود، هو هيلثي، ما فيش أي حاجة فيه، لا مرشوش ولا أي حاجة، وكلها صوب زراعية. فالصوب الزراعية في أي مكان، في وادي النطرون، في المنيا، في الفيوم، في أي مكان بتكون كويسة في الخضروات، تمام. أي صوب زراعية في أي مكان في الدنيا بتبقى كويسة في الخضروات ومجدية اقتصاديا جدا. طيب أنا ملاحظ من كلامي معاك إن حضرتك يعني سنك مش كبير، فأكيد ما بقالكش مدة طويلة بتشتغل في المجال ده، بس أكيد تجربتك على أرض الواقع فادتك بكتير من الخبرات، ونحب إن أنت تنقل الخبرات دي للسادة المشاهدين وللشباب اللي بيتفرجوا علينا، إن هم يقدموا على إن هم ينزلوا الصحراء إنهم يستصلحوا فيها، وتقول لهم إيه مميزات التجربة دي وفادتك بإيه. بسم الله الرحمن الرحيم. انا كشاب انا تخرجت بالظبط من تقريبا من سنتين ونص او 3 سنين، تمام. بدات في الشغل، اتعرض عليا حاجات كتير الحمد لله في الشغل، تمام، بس انا حبيت اشتغل في المجال ده. المجال ده بالنسبه لاي شاب في الدنيا، مجال الزراعه ويترتب عليها بعد كده صناعه وتجاره، هو من افضل المجالات اللي ممكن اي حد يشتغل فيه. وده السبب اللي الرقعه الصحراويه القابله للتحويل لرقعه زراعيه في مصر كبيرة جدا. في مشروع المليون ونص فدان ده، يعني ده جزء بس، مش كل الأراضي، مش كل الفدادين اللي في مصر، ده جزء من ضمن الأجزاء، من ضمن ملايين الفدادين التانية. فمهما أنت اشتغلت ومهما عملت في الصحراء، تمام، هي برضو عايزة إيه؟ عاملة زي البير الذي لا ينضب، يعني كلها فيها شغل، تمام. مش مضطر مثلا أنت تعمل مشروع ويخلص ويمشي، لا، المشروع بيديلك مدى الحياة إنتاج. يعني مثلا مشروع الزيتون مدى الحياة بعد 3 سنين إنتاج، بعد كده مدى الحياة هيتني يجيب لك زيتون. النخيل مدى الحياة، يعني نسمعهم عن النخيل بتاع سيدنا عثمان بن عفان لسه موجود لحد دلوقتي في السعودية وغيره. يعني النخيل 1400 سنة ومع ذلك لسه برضو شغال وكويس. فبالنسبة لأي شاب، هو الشغل في ظل الظروف اللي احنا فيها ديت مفيش توظيف قد كده، تمام. الحياة برضو صعبة بالنسبة لجيلنا، حتى في ظل حتى الكورونا والمشاكل اللي احنا فيها ديت، تمام، مفيش توظيفات زي زمان، بل بالعكس ده في شركات بتصفي الموظفين اللي عندها عشان مش قادرة اللي هي تقبضهم، تمام. فهو الحل اللي هو الخروج للصحراء، مهما كان انت معاك، مهما لو تقدر تشتغل ب10,000 جنيه تبدأ شغل في الصحراء وتكسب. بس طيب هنكمل معاكو مع الأستاذ سيد حسين، هو حضرتك المشرف العام على الشبكات في شركة العمار. فعايز أسألك، هل الشبكات اللي بتتعمل في الأراضي الصحراوية بتختلف عن الطريقة اللي كانت بتتعمل في الأراضي الزراعية في المناطق العادية؟ طبعا بتختلف، لأن هناك الطرق القديمة بتبقى ري غمر، إنما احنا هنا عندنا ري شبكات، ري تنقيط، تمام. وياريت في الشبكات اللي هي القديمة يطوروها شوية، خلاها تنقيط، هتوفر معنا مية وهتوفر معنا وقت في نفس الوقت، تمام. بنبدأ احنا هنا في الشبكات اللي هي الجديدة، بنجيبوا مواسير اللي هي البي بي سي، ممكن نخططوها بالبي بي سي وممكن نخططوها باللي هي المواسير اللي هي 63، بس الأفضل طبعا للزراعة اللي هي البي بي سي، بتوفر لي وقت، تمام، وبتستحمل الضغوط بتاعتي وبنبدا ان انا مثلا، وبتختلف في زراعه اللي هي الاشجار طبعا، بتختلف. المفروض الاشجار بتبدا من 2 متر لحد 4 متر و5 متر و6 متر. في اللي هي الزراعات اللي هي الخضار بتبدا من 30 سنتي، ماشي. بنبدا ان انا بعد كده بنروح نتفق مع شركه كويسه بتجيب لي الخامات اللي هي النظيفه، تمام، بحيث ان هي تديني اطول وقت ممكن، تمام،
وبنبدا نصممها في الشغل بتاعي، بنبدا نخطط الارض بتاعتي وناخد المقاس وبنبدا نجيب الحفار ان هو يحفر لي ان انا ندفن الخطوط بتاعتي بحيث انها تاخد اطول وقت عندي، مش كل شويه هنشيل ونحط نشيل ونحط، لا ما نعمل حاجه واحده تكفيني كذا سنه قدام بحيث ان انا ما نكلفش نفسي ونكلف العميل في نفس الوقت. هنكمل معاكم مع بقيه ضيوفنا اللي موجودين معانا النهارده في مزارع فلاحين مصر، وهو الحاج محمود جنديه عضو مجلس اداره في شركه فلاحين مصر. وكان المهندس عادل زيدان قال ان الحاج محمود اصلا بيشتغل في تجاره البطاطس، فالتجاره مختلفه اكيد عن الزراعه، فعايزين نساله ايه اللي حمسه ان هو يكون عضو في شركه فلاحين مصر ومزارع فلاحين مصر، وان هو يتجه الى استصلاح الاراضي والاستثمار الزراعي جنب ان هو اصلا كان بيتاجر في البطاطس. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الاستاذ ابراهيم بيسال سؤال فني، بيقول لي انت ايه اللي خلاك اتجهت للزراعه في شركه فلاحين مصر؟ طبعا هو شغل البطاطس اصلا زراعه، وانا اصلا بالطبع احنا بنزرع البطاطس، بنجيبها من اول ما بتيجي تقاوي بنزرع البطاطس وبنفحص البطاطس عفن بني وامراض، وبنقلع البطاطس عشان ناخدها نعبيها ونصدرها. فهو طبعا الشغل الاساسي واقف ومبني على الزراعه، عشان احنا البضاعه البطاطس اصلا بتنزرع، فلازم انا اصلا كده اوريدي انا اصلا شغال في الزراعه من قبل التجاره، لان انت بتزرع المنتج اللي انت بتصدره. فعشان كده احنا يعني انا تحمست لشركه مزارع فلاحين مصر للنخبه اولا اللي موجوده فيها اخواتي الافاضل المهندس عادل زيدان والحاج حسن ابو وهاب الاستاذ احمد العباسي الحاج ناصر عتريس اللي هو سامي واللي هو هاني، المجموعه كلها كوكبه من الناس الافاضل. فعشان كده انا اتحمست ودخلت الشركه، وباذن الله ايد مع ايد وللامام دايما، وربنا يوفق الجميع وان شاء الله الخير قادم باذن الله. هنكمل في بقيه حوارنا، وهيكون لقائنا الاخير مع الاستاذ احمد العباسي رئيس مجلس اداره شركه فلاحين مصر. يمكن هو يعني من اصغر المساهمين في الشركه سنا، فبرضه انا عايز اساله يعني ايه اللي خلاه يقدم على خطوه ان هو يكون عضو في مؤسسه مجلس ادارتها في حدود 13 شخص غيره، في حين ان هو كان ممكن يعمل مثلا شركه مع 2-3. ايه فكرته وايه اللي شجعه ان هو يكون جوه المؤسسه دي وان هو يتولى مسؤولية مجلس إدارة الشركة؟ وحضرتك يا أستاذ إبراهيم يعني وجهت سؤال في منتهى الجمال سعادتك. الفكرة كلها سبحان الله، ربنا سبحانه وتعالى جعل الإنسان يعني قال له سنشد عضدك بأخيك. فيعني إحنا وأنا دايما مؤمن بفكرة إن الفلاح المصري وابنه لازم يتملك أرضه، يبقى عنده أرض وما يبقاش عايش في مكان ضيق عليه وأولاده، فلازم يخرج من المكان الضيق او الوادي الضيق اللي احنا اشتغلنا فيه لبره، ويبقى عنده متسع من الارض بتاعته، عنده متسع من خير ربنا عليه، واتكلنا على الله وبدانا كده. فكان يعني بما يرضي الله والله كان صاحب الفكره اللي هو يعني قدوه بالنسبه لي واخويا، ودايما بقولها وربنا يقدره. كان هو بدا بدايه كانت في منتهى الجمال، عطتنا انطباع ان يعني في خير في الارض، كنا كلنا دايما عندنا تخوف ان انا ازاي بسيب بلدي وبسيب وطني اللي انا نشأت فيه، حتى لو هو ضيق عليا انا خايف برضو ان انا اخرج وما عملتش حاجة. فدي كانت مشكلة هي مؤرقة بالنسبة لكل الشباب وكل الناس يعني. فابتدينا ان احنا نشوف التجربة ديت نجحت على ايد الباشمهندس عادل زيدان، راجل اخويا وبلديتنا تمام كده وراجل محترم. فابتدى هو بالمشاريع الكويسة، وابتدى بسم الله ما شاء الله ان احنا في ناس يعني ابتدت تثق وتطلع وتنطلق عشان تشتغل. فمن هنا جات لنا الفكرة كلنا كأعضاء مجلس إدارة ان احنا بدل ما تبقى ايد واحدة شغالة او 2 او 3، لا ما احنا نوسع المجال على نفسنا
ونفتح مجال للاستثمار. معانا مجموعة على أعلى مستوى برضو، كل واحد في مهنته أي، بس عنده حلم أنه يمتلك أرض، وعنده فكرة أنه يبقى عنده أرض ويورث ولاده أرض ويعرفوا يجتهدوا فيها ويأكلوا من خيرها. فابتدينا كلنا أن احنا خرجنا على قلب راجل واحد واتفقنا على الخير كلنا، وفتحين إيدينا لكل أهل مصر، لأن شركة فلاحين مصر وعلى رأسها الحاج حسن عبد الوهاب، الحاج عادل زيدان، البشمهندس فارس حسين، وأصغر مستثمر ومزارع الأستاذ عبد الوهاب حسين، الحاج ناصر عتريسي، الحاج محمود الجندية، كل الكوادر والسادة اللواتي اللي موجودين، سيادة اللي هو سامح حمودة واللي هو أنا عبد حكم اللي هو أشرف البيت، كل الكوادر دي، الحاج صبري الشافع، الحاج صدي الحريف. تخيل بقى كم هذا الحجم من الناس وراها قد إيه. تخيل بقى يا باشا كل الناس ديت متجمعة في مكان واحد، إزاي هيبقى الإنتاج عامل إزاي؟ يعني تخيل بقى حجم الموضوع ده. وكمان احنا فاتحين ايدينا لكل الناس، اللي عايز يستثمر يلا بينا نستثمر، اللي عايز يعمل مشروع ثروه حيوانيه ثروه دجنه يلا بينا نشتغل، نعمل دراسه جدوى كده على قد المشروع اللي هو عايز يشتغل عليه ومن خلاله، ويلا بينا نبدا معاك. اي حد عنده فكره في مجال الزراعه هنفتح، هيبقى عندنا مجال للايدي العامله كتير جدا، يلا بينا نشتغل، نخرج من الوادي، عملنا نموذج هنا محترم، نتكل على الله نعمل كام نموذج تاني برضو في المنيا. واخدين خطوات جاده في كل الامور دي، وبنشكر الدوله كلها والقياده السياسيه في ان هم يساندوا اي حد عنده فكره او عنده مشروع او عنده حاجه عايز يتبناها. وبفضل ربنا سبحانه وتعالى التقينا على خير، وربنا سبحانه وتعالى يجعلنا دايما في الخير ان شاء الله، وكل سنه وحضراتكم طيبين. اعزائي المشاهدين، دي كانت نهايه فقرتنا معاكم من داخل مزارع فلاحين مصر. هيكون لينا الكثير والكثير من اللقاءات في داخل مشروعات جديدة على أرض مصر تدفع إلى الكثير من فرص العمل للمصريين، للشباب، لكل من يبحث عن النجاح. أرض مصر مفتوحة أمام المصريين للعمل، الاجتهاد والنجاح. بنتمنى دايما النجاح والتوفيق لكل من يجتهد ويبحث عن عمل لي، وعن فتح عمل للكثير والكثير من الشباب الذين يبحثون عن فرصة للنجاح. دايما هنكون مع بعض ندور عليهم موجودين فين، نصور معاهم ونتكلم معاهم ونستفيد من تجاربهم، وناخد منها تجربة لناس تانية تكرر التجربة في أماكن مختلفة على أرض مصر. ودي هتكون نهاية حلقتنا معاكم النهاردة من برنامج حوار واستثمار. إلى أن نلقاكم السبت القادم، نترككم في رعاية الله.